اجتاح اعصار ميريناي عدة اقاليم في الفلبين، ما اسفر عن مقتل طفل وفرار اكثر من 100,000 شخص من منازلهم. تسبب الاعصار الذي تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلو مترا في الساعة في سيول وانهيارات ارضية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. هذا ومن المتوقع أن يجتاح هذا الإعصار العاصمة الفلبينية مانيلا صباح اليوم، ويعتبر هذا الإعصار رابع عاصفة تجتاح الفلبين خلال شهر واحد.